القناة الأولى التي سنقف عليها ونقوم بالفحص هي قناة المجد، والفريكونس الخاصة بها هي 11.393 فيرتيكال 27.500 فيرتيكال أقول. إذن سنقيس التيار في هذه النقطة، كما ترون الدخل هو 23. سنقوم على بالقياس على أرجل الـ LM 317 بهذه الطريقة كما ترون. الرجل الأولى هي 23، يجب أن أقرب الميتريكس حتى تظهر لكم القيمة جيدا. إذن الرجل الأولى كم سرجت عليها؟ 23 فولت كاملة. بالنسبة للرجل الثانية كما ترون 14 فولت فاصلة 9، وهي نفس القيمة التي ستجدها على هذه القصديرة هنا، لأنها ملامسة مع الطرف الأوسط بالنسبة لهذا المنظم. بالنسبة للطرف الثالث 13.6 فولت. هذا هو التيار الخارج من المنظم على قناة فيرتيكال بتردد 11.393 و27,500، والقناة اسمها قناة المجد. يعني أضع لك معلومات دقيقة جدا حتى تسير معي الشرح بطريقة جيدة. الآن سنقوم بتحويل إلى قناة أخرى، وهي قناة فنون، وهي قناة أوريزونتال. والمعلومات القناة هي اسم القناة هي قناة فنون، التردد الخاص بها هو 11.334، أوريزونتال 27,485. الآن سنقوم بقياس الفولتية مرة أخرى. بالنسبة للدخل على رجل الترانزستور الصغير كما تلاحظون نفس الدخل، بحيث أن التيار من هنا إلى هنا غير معني بأمر التغير بين 13 إلى 18، أي لا يهم الأمر. هذا الدخل، يعني دخل الفولتية، يجب أن يكون 23. أظن أن الفكرة واضحة. الآن سنمر إلى قياس الأرجل. للإشارة أريد أن أنبه إلى نقطة، وهي أنه في حالة، يعني في حالة نادرة مثلا، كنت لا تستطيع إيجاد منظم جهد آخر لتغيير هذا، أو يعني لم تجد قطعة تقوم بهذه العملية، فبإمكانك وصل تيار بقيمة 18 أو 13 فولت مباشرة إلى التيونر، وستستقطب قنوات الخاصة بالتيار الذي ربطته، أي إما تيارات الأوريزونتال أو الفيرتيكال حسب ما قمت بربطه، ستستقبلها بشكل طبيعي، لكنك لن تستقبل القنوات الأخرى، بحيث أن هذه القطعة تقوم كسويتش، يعني تغير إما أنها تركز على قنوات الفيرتيكال، إما أنها تركز على قنوات الأوريزونتال. إذا ربطت سلكا مباشرة واستغنيت عن هذه القطعة، يمكنك استقبال قنوات التيار الذي ربطته مباشرة. وإذا كان هناك أي استفسار في هذه النقطة التي ذكرت، سأضع شرحا مخصصا لها. في هذه الحالة تستغني عن دبدبة البروسيسور وهذه الدارة بأكملها تقريبا، حيث أنك تقوم بربط التيار مباشرة مع بعض المقاومات في الطريق، لكن هذا يبقى عمل محترفين، والشرح موجه للمبتدئين فقط. هي نقط تأتي هكذا وأريد مشاركتها معكم لا أكثر. إذا قلنا أننا سنقيس على أرجل الـ LM 317، كما قلنا أن الدخل 23 فولت ولا يتغير. سنقوم بالتقريب قليلا. سأقيس على الرجل الأولى، يمكنكم متابعة الأرقام التي تظهر على الميتريكس، وهنا يظهر أن هناك 23 فولت، أي الدخل 23 فولت، بمعنى أن الدخل لا يتغير.
بحيث ان الدخل من هنا من الباور سبلاي الى هنا الى هنا الى الرجل الاولى يبقى ثابتا ولا علاقه له بالفيرتيكال والاوريزونتال. سنمر الى الرجل الثانيه، ماذا تلاحظون هنا؟ 19 فولت فاصلة 9 أي ما يقارب 20 فولت كما تلاحظون. الآن سنقوم بقياس الرجل الثالثة، الرجل الثالثة عليها 18.7 فولت. يمكنك استنتاج بطريقة واضحة جدا، القناة الأولى وهي قناة المجد وترددها 11393 فيرتيكال 27500، وقد رأيت الترددات التي هي فيرتيكال كم احتاجت للتيار هنا. وأذكر أن القناة تشتغل الآن، أي أن الريسيفر هو شغال في هذه اللحظة، يعني القناة شغالة الآن، نحن نقوم بالقياس والقناة شغالة، أي أن الفولتيات هي سليمة جدا. يعني هذا كان تتبع فولتية، وبعد هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بشرح الأعطال، أي أنه إذا لم يكن لدينا إشارة بتاتا كيف نعرف من المتسبب في الإشارة. وكما عودتكم أنني سأقوم بشرح بسيط وتفصيلي إن شاء الله، وكتذكير بسيط وسريع، التيار يمر من هذه النقطة من هذه النقطة إلى هنا ثم إلى هنا، والتيار يقف في هذه النقطة وينتظر إشارة من البروسيسور، البروسيسور الذي تتحكم أنت فيه بالريموت كنترول، تختار القناة فيرتيكال أم أوريزونتال مع تردد القناة، هو يعطي نبضة، النبضة تتحول هنا إلى تيار ثم يدخل إلى الـ LM ثم الـ LM يخرج التيار المناسب لهذا التردد. الفكرة واضحة، سنقوم بتتبع العطل إن شاء الله. الآن لدينا بوردة سليمة، أي لا يمكننا تتبع العطل عليها، فقط أقوم بالشرح حتى تفهم هذه القطعة لما تستعمل هنا، وأيضا الفولتيات على الأرجل ضرورية جدا. سأقوم بفتح ريسيفر يعاني من مشكل الإشارة على مستوى الأفقي أو العمودي، وسأشرح دارة المهاجمة وكيف أنها تفشل في أن تمد المنظم بإشارة تجعله يطلق تيار 18 فولت أو 13 فولت، أي أنه يفشل في إطلاق تيار، هو يطلق تيار 13 أو 18 بينما يفشل في إطلاق تيار ثاني. فمثلا تيار 13 موجود وقنواته موجودة، بينما 18 تجده غالبا بين 2.7 فولت إلى 3 فولت، بينما هو يجب أن يكون 18. إذن في الفيديو القادم إن شاء الله نلتقي على محبتي، لا تنسوا مشاركة الفيديو إن أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.